الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلد ديوكا المعنونه على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. النهارده الحلقه بتاعتنا الملك بتاعها وهو البتنجان. الناس كلها تعرف ان البتنجان يا بيتعمل مقلي يا بيتعمل بابا غنوج يا بيتعمل مسقعه، والبتنجان العروس يا اما بيتحشي يا اما بيتعمل مخلل. لا، احنا النهارده مش هنعمل كده خالص. احنا النهارده هناخد البتنجان وهننقله في حته ثانيه خالص، سواء بشكل الوصفه او بتطعيمتها او ببهاراتها او بالمزاج والحاله الموديه اللي هيحطنا فيها بعد ما ناكل الاكله دي. النهارده مدخله البتنجان في ثلاث وصفات، هنعمل فطاير وهنعمل كمان بتنجان بالطشه او بالخل والثوم، بس هنقدمه بشكل مختلف. امهاتنا زمان كانوا بيقلوا البتنجان ويعملوا طشه خل وثوم ويعملوه في الوش، لا النهارده انا هعمل حاجه غير كده خالص. هنعمل بتنجان بالطشه او بالخل والثوم، بس هننقله في حته ثانيه خالص، والتقديم بتاعه كمان هياخدنا في حته ثانيه خالص. الوصفه الثالثه النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل طاجين. طاجين بالبتنجان والبطاطس، وهنعمل مدخله معاه كمان جزر ومعاه فلفل بالشكل ده كده، شطيطه حلوه كده، ومدخله معاه لحمه. هو البتنجان مش اكله اردحي بس، لا البتنجان ممكن تعملي منه اكله عظمه، زي ما بنعمل كده مقلوبه البتنجان، فاحنا النهارده هنعمل طاجين البتنجان وهو اللي هبدا بيه. طيب هنعمل ايه طاجين يعني لازم لي ده؟ الشكل نفسه يعني هيخطف العقل، الشكل نفسه هيخليني اكل الوصفه قبل حتى ما ادوقها، الريحه نفسها والمكونات بتاعتنا هتخليني استطعم المكونات في دماغي وعلى لساني وجوايا قبل ما ابدا ان انا احط لقمه في بقي. طيب انا النهارده مدخله بتنجان ومدخله فلفل ومدخله معاهم جزر. رغده، احنا ليه مش حاطين هنا بطاطس؟ ناقصني بطاطس. طب ممكن ندخل بطاطس، ناخد حبة من الوصفة التانية. يلا بينا. معايا لحمة متقطعة مكعبات صغيرة بالشكل ده كده، معايا بتنجان نفس حجم مكعبات اللحمة، ومعايا فلفل حامي بالمنظر ده مقطعه برضه كبير كده وقلياه، ومعايا جزر، ومعايا طاسة على النار هحط فيها شوية من الزيت عشان أشوح فيهم الجزر، مع حبة كمون وشوية ملح. توابلنا كمون وملح. أدام الوصفة فيها بتنجان كمون وملح، هترش فلفل أسود. الكمون بيبدا ان هو بينقل الاكله لتطعيمه شرقي قوي كده، حاجه احنا حابينها، وخصوصا لما نحط لها كمان ثوم ولا شويه مثلا خل، بتبقى تطعيمه واخدانا في حته ثانيه. طيب الطاجين النهارده انا مش مستكفيه بس بالبتنجان والفلفل والبطاطس اللي راغده هتجيبها لنا مع اللحمه، لا انا مدخله كمان حبه قراصيا مع حبه مشمشيه. القراصيا فين يا احمد؟ هتهالي. طيب حبة قراصية وحبة مشمشية عشان تنقل لنا الوصفة لحتة تانية خالص. البتنجان مش أكلة أرداحي، أنا النهاردة حاطة له لحمة وحاطة له قراصية ومشمشية، هيخلي الطعم ياخد العقل. صباح الفل عليكم. دخلت على طول في الحلقة كده من حماسي بيها ومن من من حماسي للوصفات بتاعتها، بس مش يعني حماسي بالحلقه هيخليني اطلع وصفات حلوه قوي هتعجبكم جدا. النهارده الحلقه فيها وصفات كتير، فيها عروض كتير جدا هتعجبكم وهتنور رضاكم، والحلقه ان شاء الله باذن الله النهارده هتبقى ضرب نار، سواء بالوصفات او بالعروض اللي موجوده معانا طول الحلقه. ما تروحوش في اي حته وتابعوا الحلقه للاخر. عايز افكر حبايبنا ومشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 900، ومن اي موبايل على 2600، في انتظار مكالماتكم واستفساراتكم واسئلتكم الخاصه بالمطبخ وبره المطبخ اللي تسعدني دايما ان شاء الله. يلا بينا نسمي بالله ونشمر ايدينا كده ونصلي على النبي في قلبنا عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا حلقتنا. حبه زيت يسخنوا، حبه جزر متقطعين مكعبات، وهنزل بيهم كده بسم الله، وابدا ان انا اشوحهم. عايزه تقليهم اقليهم، ما عنديش مشكله، بس انا مش حابه ان هم يتقلوا، انا حابه ان هم يتشوحوا مش يتقلوا معايا. طيب نزلت الجزر بالشكل ده كده، وهنزل عليه بايه؟ هنزل عليه بحبة الكمون. وشموا الروايح بقى، الكمون مع التسكيرة بتاعت الجزر والريحة بتاعته ما شاء الله، اللهم بارك. رشة من الملح. وصفات البتنجان كلها ما فيهاش فلفل اسود، وصفات البتنجان ما فيهاش فلفل اسود. اشوح بالشكل ده كده، انزل عليه بالمشمشية، انزل عليه بالقراصية بالشكل ده. القراصية هنا مش محتاجة ان انا انقعها، هي المفروض بتتنقع في مية او بتاخد غلوة في مية، وارجع بعد كده اصفيها او ان انا اخدها بميتها ما فيهاش اي مشكلة، لكن انا النهاردة مستخدماها زي ما هي زي ما هي بالشكل ده كده. اشوح كله مع بعضه،
مقاديرنا على الشاشه ومقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه. طاجين باذنجان بالقراصية، عندي كيلو لحمة مكعبات متشوحة بالطريقة اللي احنا متعودين عليها، عندي كمان كيلو باذنجان مكعبات مقلي، عندي فلفل. رغدة جابت لي يعني نص بطاطساية. عندنا بطاطس مكعبات، حطي الكمية اللي حضرتك عايزاها، عندي جزر مكعبات، عندي ايه كمان؟ فلفل أحمر وأخضر مقلي قد العقلة الصباع مش مفروم، معانا ايه كمان؟ معايا قراصيه ومشمشيه وكمون وملح. دي المكونات بتاعتنا. حطيت الجزر اتشوح شويه كده سامعاكي اهو، ورجعت نزلت عليه بالقراصيه والمشمشيه، نزلت عليه بحبه كمون ورشه ملح، نزلت بعد كده عليهم باللحمه اصلا اللي مستويه ما سويتهاش معاهم، لا انا مسوياها بره. هبدا ان انا اجيب شويه ميه سخنين واروح عامله كده، يعني حوالي نص كوبايه مش كتير من المنظر ده. طبعا البتنجان والبطاطس والفلفل عندي مقليين، فعشان كده مش هحطهم دلوقتي كده، تمام جدا بالشكل ده كده. هسيبهم ياخدوا غلوه، وبعد ما ياخدوا الغلوه يبداوا ان هم ينزلوا العصاره بتاعتهم، هروح مقلباهم مع الحلوين دول اللي هم الفلفل اللي قد العقله المقلي احمر واخضر، ومعايا بتنجان مكعبات ومعايا بطاطس مكعبات، اقلب كله مع بعضه واروح حطاهم في الطاجين بتاعي، او لو ما عندكيش الطاجين ممكن تحطيه في طاجن فخار عادي وتحطيه في الفرن، يشرب كله مع بعضه ويتسبك ويتقل وياخد الصوص بتاعه كده، والتطعيمه كلها تاخد من بعضها، وتقدميه صحتين وعافيه على قلب. عايزه تقدميه مع عيش ما عنديش مشكله، عايزه تقدميه مع حبه رز ابيض ما عنديش مشكله، عايزه تاكليه زي ما هو كده انا ما عنديش مشكله في اي حاجه، اللي يعجبك يا ست الكل ويجي على مزاجك اعملي. بصوا الشكل بتاعه عامل ازاي، ده لسه كمان لما يبدا ان هو يعني يغلي غلوتين ثلاثه كده، والعصاره بتاعت القراصيه والمشمشيه تنزل، والصوص ده كده يتقل، تخيلوا بقى شكله هيبقى عامل ازاي وطعمه هيبقى عامل ازاي. يلا نسيبه على النار ونطلع فاصل، ونرجع من الفاصل نقلب كل ده كده مع بعضه، ونروح حاطينه في الطاجين ونحطه في الفرن لاخر الحلقه، علشان يطلع لنا حته طاجن زي السكر زي متابعينا كده في كل مكان. يلا بينا نطلع فاصل، نرجع من الفاصل نشوف الوصفه الثانيه عندنا النهارده من وصفات البتنجان عباره عن ايه. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلدي وكر. ورجعنا من الفاصل، ومن ساعة ما طلعنا الفاصل وانا سايبة القراصية مع المشمشية مع الجزر مع لحمة كله، شايفين بيعمل اللي انتوا شايفينه ده، والريحة والتطعيمة الله اكبر. هاخد كده واروح نازلة هوب على البتنجان والبطاطس والفلفل. اوعى بصوا يا نهار ابيض على الجمال. ارجع كده اقلب الحلو ده كله مع بعض. انتوا متخيلين يعني ايه بتنجان وبطاطس يبقى شارب مع القراصيه والمشمشيه كده، ومعانا فلفل والصوص اللي نازل من اللحمه، يا نهار ابيض علينا. شايفين الشكل؟ مش محتاج حتى ان هو يتحط في طاجن. تعالوا كده، بسم الله. لاخر حبايه بالشكل ده، خلاص كده. لا مش خلاص، امال فاضل ايه تاني يا نونا؟ فاضل ان هو يدخل الفرن، نغطيه بالغطا بتاعه وندخله الفرن كده. خلوا بالكم ان انا ما حطيتش توابل على البطاطس والبتنجان، فالعصاره والتتبيله اللي انا حطيتها على اللحم مع القراصيه مع المشمشيه
هو كل ده اللي هيشرب من بعض. هروح عامله كده ويلا على الفرن. طبعا انا في الفرن حاطه اصلا طواجن الفاهيتا اللي انا هعمل بيها البتنجان بالخل والثوم. اعمل ايه؟ هعمل كده. عشان انا عايزاهم يبقوا سخنين قوي. واروح واخده الطاجن بتاعنا بسم الله. حطها بالشكل ده. وهسيب الطواجن هي زي ما هي سخنه علشان لما اجي استخدمها يبقى ايه؟ الاقيها سخنه قوي. عشان لما احط عليها الوصفه بتاعتنا تتنقل لحته ثانيه خالص. هنشتغل في ايه دلوقتي؟ هنعمل بتنجان بالخل والثوم. بس قبل ما نبدا في الوصفه بتاعتنا وننزل المقادير بتاعتنا ونشوف الشكل الجديد للبتنجان بالخل والثوم غير اللي احنا متعودين عليه، اصبح على ندى واقول لها صباح الفل يا ندى. الو الو، صباح الهنا. صباح النور. صباح العسل. عامله ايه يا قلبي؟ انا بحبك جدا وبموت فيكي والله. يسعد لي قلبك يا رب، ما نحرمش منك ابدا، تسلمي لي. الله يخليكي. انا كل يوم والله العظيم بقوم اتفرج عليكي عشان انا بحب صوتك يا حبيبتي. وبحبك قوي. ما نحرمش منك ابدا يا رب يا ندى، تسلمي لي. يسعد لي قلبك يا حبيبتي. قولي لي ليكي اي طلبات. اه معلش، انا كنت عايزه اعرف طريقه عمل الجلاش باللحمه المفرومه. عينيا الاثنين بس كده، حالا هقول لك عليه. ليكي طلبات تانية؟ عندي جلاش كتير ومش عارفة استخدمه في عندك إيه؟ الخير كله. ممكن نعمله جلاش باللحمة المفرومة، ممكن نعمله أم علي، ممكن إن إحنا نعمله جلاش حلو، ممكن نعمله جلاش بالمكسرات، ممكن نعمله بقلاوة، في وصفات كتير جدا ممكن تتعمل بالجلاش. بس هقول لك عينيا الاتنين. حاضر، الجلاش باللحمة المفرومة. عينيا الاتنين، نورتيني نورتيني يا قلبي. طيب هنبدأ بإيه دلوقتي؟ هنبدأ بتاني وصفة عندنا وهي إيه؟ هنعمل بتنجان بالخل والثوم اللي هو الطبيعي اللي هو بتاع امهاتنا، بس النهارده انا مدخله عليه حاجات ثانيه. يعني انا امي الله يديها الصحه ويعافيها يا رب كانت بتعمل بتنجان بالخل والثوم ازاي؟ تمسك البتنجان الرومي وتبدا ان هي تقطعه حلقات، تبدا تقليه وترصه كله في طبق وتعمل طشه خل وثوم وتطشها من فوق الوش. كل امهاتنا بيعملوا كده، لكن انا النهارده مدخله عليها حاجه ثانيه مختلفه تماما. تعالوا اقول لكم انا بعمل بتنجان بالخل والثوم على طريقتي ازاي. هتنزل مقادير بتاعتنا على الشاشه ومقاديرنا بتقول ايه. عندي كيلو بتنجان رومي مكعبات متقطع بالشكل ده، والمكعب يكون مالي مركزه كده، ما يبقاش صغير عشان ما يتهريش معايا. وعندي بطاطس مقليه برده مكعبات. طيب عندي ايه تاني بقى؟ الطشه بتاعتنا، الطشه بتاعتنا الطبيعيه او الطشه اللي هي اللي احنا متعودين عليها، خل وثوم وبس. لكن الطشة بتاعتي النهاردة مختلفة. تعالوا نشوف الطشة بتاعتي بعملها بإيه. يلا بينا. عندي طماطم مكعبات متقشرة ومتقطعة مكعبات صغيرة كده، وأهم حاجة متقشرة، أهم حاجة متقشرة. عندي شبت مفروم، عندي بقدونس مفروم ورق بس من غير عيدان، فلفل حامي مفروم، عندي ثوم مفروم، وعندي خل وملح وكمون. آدي الطشة بتاعتي. طيب تعالوا كده، أنا حاطة الطاسة بتاعتنا على النار، هحط فيها حبة من الزيت بالشكل ده كده. تمام تمام. وهبدا ان انا لا لما اعمل الطشه لا هعمل كده. اللي خليها في اخر الطشه. قفلت يا محمود. قفلت تيه. عندي طاسه على النار حطيت فيها حبه من الزيت، هعمل ايه دلوقتي؟ هبدا ان انا اشتغل في الطشه بتاعتنا. طماطم وفلفل وثوم وخل وكمون وشبت وبقدونس، ومعايا طبعا الملح مع الكمون. طيب هبدا بايه؟ هبدا على طول طبيعي بالثوم. بالشكل ده كده. عايزه الروايح تطلع لي حلوه، ابدا انزل بفلفل حامي. لسه مش عايزه احط سوائل عشان ما تكتمليش ريحه الثوم، احط بقدونس. اطعم الطشه بتاعتي شويه كمان، احط حبه شبت. بصوا المنظر عامل ازاي، الله هو اكبر. سنه من الملح وشويه من الكمون بالشكل ده كده، وابدا اقلب ده كله مع بعض. انا لحد دلوقتي لسه ما حطيتش سوائل تكتملي التشويحه بتاعت الثوم. السوائل هتجيلي منين؟ هتجيلي من الطماطم وتجيلي من الخل. انزل بايه الاول؟ انزل بالخل وطش بيه الطشه بتاعتنا، وبعد كده انزل بالطماطم. بسم الله. صباح الفل يا ام احمد.
اهلا، صباح الخير. صباح الهنا والسعادة على عيون حضرتك، عاملة ايه؟ الله يخليكي، الله يخليكي، كل سنة وانت طيبة وحضرتك بصحة وسعادة. انا بحبك في الله قوي يا حبيبتي. الله يبارك لي في عمرك يا رب. ربنا يكرمك ويفرحك بأولادك وينجح لك بنتك اللي في الثانوية بإذن الله يا رب، هي وكل حبايبنا وكل أولادنا يا رب، اللهم آمين. الله يخليك، يسعد لي قلبك، أموريني. أنا كنت عايزة يعني الجلاش اللي بتجيبه، انا عارفه اسمه ايه بس مش عارفاه منين، انا دخت عليه. هو بيتباع في اي سوبر ماركت؟ أيوة. في هايبر وفي كارفور، في اي سوبر ماركت. أيوة. كبير. الو، عايزه اسم الجلاش ولا عايزه المكان؟ لا المكان. طب رغدة هترد على حضرتك حالا وتقول لحضرتك. نورتينا. ادي الطش على النار، ابدا اعمل كده واجيب طواجن الفاهيتا بتاعتنا. بسم الله، سخنه جدا، واعمل كده واعمل كده شفت انا عملت ايه؟ انا حطيت الطشه بتاعتنا على اطباق الفاهيتا، ورحت بعد كده حاطه البتنجان والبطاطس بالشكل ده. بقيت الطشه اصلا عندي في الطاسه ليه؟ علشان انا محتاجه ان انا احطها فوق الوش علشان كله يتطعم مع بعض، مش هنسيب حاجه بالشكل ده كده. تمام وزي الفل. باقي الطشه بتاعتنا نروح حاطينها على الوش كده. بقى عندنا بتنجان بالخل والثوم بشكل جديد وبتطعيمه جديده مختلفه تماما، اللي هيدوقه مش هيصدق ان ده بتنجان بالخل والثوم عادي. الله اكبر، الريحة نفسها تفتح النفس، مش محتاجين غير عيش وبعدها ايه كوبايتين شاي بالنعناع كده وصحتين وعافية على قلبكم. اسهل من كده مفيش. خدت وقت؟ ما خدتش وقت. الوقت اللي هتاخده من حضرتك بس يا دوب في تقطيع البتنجان والبطاطس وتحمريه، لكن كعمال الطشة او عمال الوصفة نفسها، ولو ما عندكيش اطباق الفاهيتا، تعالي اقول لك ممكن نستخدم ايه بدلها. الصواني بتاعتنا اهم حاجه ما تكونش بتلزق، عشان لو بتلزق مجرد ما تنزلي عليها وهي سخنه اي حاجه هتروح لازقه فيها ومش هتديكي الطشه اللي احنا عايزينها، فلازم تكون حاجه ما بتلزقش. كل المكونات وكل الاطقم اللي موجوده عندنا في سوق المطبخ ما بتلزقش، واضمنها لكم برقبتي. زي الطقم اللي ورايا النهارده ده. الطقم اللي ورايا النهارده ده حاجه كده انا مستنياها بقالي فتره كبيره. واول ما جت امبارح انا ما استنيتش ان هم يبعتوها لي على القناه. لا انا خليتهم جابوهولي على البيت عشان اجيبهولكم معايا النهارده. شايفين الشكل الحلو ده؟ اول طقم 10 قطع مربع مش مدور. تعالوا كده نشوف الصفحه وتعالى اوريكم المكونات بتاعته الاول. شفتوا الطشه؟ احنا عملنا الطشه في الجريل بتاعه الطقم النهارده اللي هو ال 10 قطع. مفيش حاجه اسمها حاجه تلزق، اكنك اصلا ما طبختيش فيه. بياخد نظافه ربع دقيقه، يعني انت بتعملي الاكل اصلا فيه وبياخد ربع دقيقه في النظافه. مكوناته ايه؟ احنا النهارده معايا طقم 10 قطع، اربع حلل بغطشانهم، معايا صينيه عاليه زي ما حضراتكم شايفين كده، ومعايا جريل. بتاخدي عليهم هديه طقم كنك المونيا بيور، ثلاث قطع. طقم ثلاث كنكات المونيا بيور هديه النهارده مع الطقم ال 10 قطع المربع. دي هدايا العيد، ده طقم العيد. جمال انا عايزه اجيب، يعني عايزه اشيل منه قدامي. امان؟ انت معايا؟ بسم الله. بصوا كده الايدين بتاعته استانلس 18 على 10، يعني عازله للحراره. بصوا شكل الايد عامل ازاي، بصوا الحله نفسها عامله ازاي. ده اللي نازل معايا النهارده وما صدقت ان هو نزل علشان اجيبه لكم معايا وتشوفوه. اي عروسه بتجهز مش هتلاقي احلى من ده. لو مش عايزه حلل اللي هي المدوره، ادي المربع يا ست الكل نزل اهو.
ادي المربى اهو نزل. بصوا شكل الايد نفسها عامله ازاي. الغطيان بتاعه الحلل فيها 3 خروم عشان تطلع لك البخار بتاع الاكل، وعلشان تسوي تسويه ممتازه. الحله نفسها من تحت، الحله نفسها من تحت السمك بتاعها 5 مللي. ليه 5 مللي؟ علشان يوزع لك الحراره كويس جدا على الاكل ويطلع كله تسويه واحده، مفيش حاجه اسمها ان هو يلزق. معمول بخامه ما شاء الله، اللهم بارك، خامه ايطاليه. واخده عليه النهارده هديه ايه؟ طقم كنك 3 قطع المونيا بيور اهو. تعالوا نبص على الصفحه، نبص على الصفحه ونشوف هما قايلين ايه. بسم الله ما شاء الله. الطقم حكايه، حدوته طقم النهارده حدوته. يلا بينا. 3 ارقام للثلاث شبكات بسعر الدقيقه العاديه موجودين على الشبكه على الشاشه. اللينك اهو، ندخل على صفحه سوق المطبخ على طول. بسم الله، ادي صفحه سوق المطبخ اهي. ايه لازمه الكيو ار يا نونا؟ علشان يدخلكم على الصفحه اللي انا قصدي عليها، عليها واتساب وعليها ماسنجر، تقدروا تطلبوا منها اللي انتوا عايزينه. وادي الطقم اهو، الله اكبر الطقم اهو، الله اكبر. طقم 10 قطع مربع، طقم 10 قطع مربع، عليه طقم كنك 3 قطع بيور. طيب يلا نشوف هما بيقولوا ايه، نشوف بيقولوا ايه. شفنا النهارده عامله ليكم عرض ما حصلش بمناسبه عيد الاضحى، وهو فعلا عرض ما حصلش، والطقم دوت مش هتلاقيه عند اي حد بشكل الايدين دي كده. معلش يا جمال لو سمحت نقرب على شكل الايد. بصوا شكل الايد بتاعته عامله ازاي، شكل مختلف. الحله نفسها شكلها مختلف الايدين والغطا بتاعها عازل للحراره، استانلس 18/10 ما بيوصلش للحراره. يعني تحطي الحله على النار وتمسكي الايد بتاعته ما فيهاش اي مشكله، مش محتاجه ان انت تقولي تمسكي فوطه او تمسكي ماسك او عازل او الكلام ده كله. طيب هما بيقولوا ايه؟ الشيف نونا النهارده عامله لك عرض ما حصلش بمناسبه عيد الاضحى على طقم حلل جرانيت 10 قطع مربع، وعليه طقم كنك 3 قطع المونيوم بيور. يعني لازم يكونوا موجودين في مطبخك. هتعملي احلى طاجن فته باللحمه، وهتشوي كفته على الجريل، وتدلعي البيت كله في العيد، واول اليوم طبعا لا غنى عن فنجان القهوه المظبوط. مين اللي هتلحق معانا العرض؟ هنقول لك ايه هي المميزات عشان تعرفي انت واخده ايه بالظبط، ودافعه فلوسك في ايه، والكنز اللي انت واخداه. الكنز اللي انت واخداه مميزاته ايه؟ البراند ايطالي والخامات ايطاليه والتقفيل مصري، مصنوع من الجرانيت الصحي عشان تحافظي على صحه اسرتك. ايدي الحلل من الاستانلس 18/10 العازل للحراره، خامه مستحيل يلزق فيها الاكل. وطبعا انتوا شفتوها في لقطه المدوره، كنت بنزل الرز اكنه بيتزحلق، اكتر حاجه بتلزق في الحلل وهو الرز، كان بينزل يتزحلق اكنك حاطه شوربه مش رز موجود في الحل. بينضف في ربع دقيقه، قاع الحله 5 مللي، بيوزع الحراره في الحله كلها بالتساوي، بيسوي الاكل بسرعه جدا. ضمان 3 سنين ضد عيوب الصناعه. طقم الله اكبر عليه 10 قطع زي ما حضرتك شايفه كده، 4 حلل مقاسات مختلفه. عندك صينيه كبيره ممكن تعملي فيها احلى الطواجن، وتعملي فيها كيك حلو قوي. معاكي كمان الطاسه الجريل بتاعتها علشان تشوي عليها السمك، تشوي عليها الفراخ، اعملي فيها كل اللي انت عايزاه. ما شاء الله اللهم بارك. طقم بيتكلم عن نفسه، لازم تكون اي عروسه او اي حد بيجدد يكون عندها موجود بين شياكته واناقته دي. طيب نطلع فاصل، نطلع فاصل. الطقم عليه طقم كنك هديه، واوعوا تنسوا. عملنا ايه؟ عملنا الطاجين محطوط في الفرن، ولما نرجع من الفاصل هطلعه ونشوفه مع بعض. عملنا كمان بتنجان بالطشه والخل والثوم زي ما انتم شايفين كده. عايز ايه؟ عايز دول؟ عينين. بتنجان بالطشه والخل والثوم بشكل جديد، وريحه وتطعيمه والطشه نفسها مختلفه. فاضل ايه؟ فاضل فطاير. وادام النهارده عاملين الحلقه بتاعتنا والملك بتاعنا البتنجان، يبقى الفطاير برضه هنعملها بالبتنجان. هتبقى عباره عن ايه؟ والعجينه عامله ازاي؟ وشكلها عامل ازاي؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلدي اوكي.
رجعنا من الفاصل ووصفاتنا النهارده بالبتنجان تاخد العقل والقلب مع بعض. طيب عملنا البتنجان بطاسه الخل والثوم بشكل مختلف تماما، والتقديم كمان بشكل مختلف. عملنا كمان طاجين البتنجان بالقراصيا والمشمشيه واللحمه، والله اكبر عليك. هنيجي نعمل دلوقتي ايه؟ هنعمل فطاير زي ما حضراتكم شايفين كده. ادي الفطاير بتاعتنا بعجينه سهله وبسيطه جدا 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 فوق مما تتخيل. بص المنظر، تعالوا كده اوريكم شكل العجينه من جوه عامل ازاي. يلا بينا. اللي على الوش ده على فكره بتنجان وبطاطس. بصوا، مش معنى ان انا اعمل فطاير لازم اكلم. بصوا شكل العجينه عامل ازاي. بصوا شايفين، شايفين الطراوه بتاعتها عامله ازاي؟ ما شاء الله، اللهم بارك. حاجه كده تدوب في البق دوب. طيب نيجي دلوقتي، هو احنا هنحط بتنجان وبطاطس كده وبس؟ لا، ده احنا هنتبلهم وهنطعمهم تطعيمه ما شاء الله، اللهم بارك عليها. طيب نقول احنا مش شايفينك حاطه عجان ولا عامله عجينه ولا الكلام ده كله. العجينه اهي، ومش لازم ان انا اعمل العجينه النهارده، عملناها كتير قبل كده. هقول لكم مقاديرها، هقول لكم الطريقه بتاعتها ازاي وان هي تخمر بالشكل ده، وهبدا ان انا اشكل على طول. هبدا ان انا اشكل على طول. الخميره طبعا شغاله تمام وزي الفل، والعجينه بتاعتنا باينه ان هي الله اكبر عليها. ويعتبر ما عندناش تشكيل، احنا النهارده ما عندناش تشكيل. ليه؟ ده يا دوب هنقطع العجين الحجم اللي احنا عايزينه، عايزه كبير، عايزه صغير، عايزه شكل الفطيره نفسها تبقى حجمها ازاي، ده بيرجع لك انت. وبنروح مفرغين من النص او عاملين فتحه بسيطه كده من النص. هقول لكم تعملوها ازاي وخلصت الفطاير. ولا بندهن الوش بيض ولا الكلام ده كله، بدهن شويه ميه على الحروف علشان تمسك فيها السمسم وحبه البركه. بقى عندنا فطاير في منتهى الجمال. يلا بينا ننزل مقادير العجينه على الشاشه، والعجينه بتاعتنا الله هو اكبر ملبن. بصوا ملبن عجينتنا بتقول ايه. العجينه دي نفس العجينه اللي احنا كنا عاملينها للبطاطس، نفس العجينه اللي كنا عاملينها في حلقه البطاطس. طيب بتقول ايه العجينه يا رغد؟ معايا 4 كوبايات من الدقيق، ومعايا معلقه صغيره من البيكنج باودر، معايا 3 معالق كبار من اللبن البودر عشان يطري لي العجينه ويخليها ما شاء الله اللهم بارك، معايا 2 معالق كبار من السكر، معلقه كبيره من الخميره. السكر اللي بيتحط يا جماعه مش عشان ينشط الخميره، السكر اللي بيتحط علشان يحمر لنا العجينه نفسها. معايا 1/4 كوباية زيت، ومعايا 1/4 كوباية زبادي من عند السوبر ماركت او من عند اللبان، ومعايا ميه دافيه للعجينه. اسهل من كده مفيش. بحط كل المكونات بتاعه العجينه على بعضها، انزل بعد كده بالميه شويه شويه لحد العجينه ما تلم. مجرد العجينه ما لمت وما بقاش فيها اي دقيق في جوانب العجان والحله بتاعتنا، ببدا ان انا اروح حاطه ما زودش ميه تاني، وابدا ان انا اخدمها، اخدمها بالعجن. وطبعا علشان دلوقتي مفيش حيل ان احنا نعجن ومفيش حيل ان احنا نعمل، هتلاقي العجان بتاعنا موجود على صفحه سوق المطبخ. حبيبتنا اللي اتصلت في الفاصل وقالت انا عايزه ثانيه واحده. حبيبتنا اللي اتصلت في الفاصل وقالت انا عايزه طلبت من رغده طقم الحلل. طقم الحلل يا جماعه ما بيتطلبش من التليفون بتاع القناه. طقم الحلل واي حاجه من منتجات سوق المطبخ بتتطلب من صفحه سوق المطبخ. وهوريكم دلوقتي الكيو ار بتاعها، وهفتح لكم اللينك بتاعها وتشوفوا كل المنتجات اللي ممكن تطلبوها. الحشوه بتاعتنا معانا طبعا بتنجان وبطاطس، هنقلبهم مع خل مع فلفل وثوم، مع فلفل وثوم ورشه كمون. دي التتبيله بتاعتنا، هنقلبهم كلهم مع بعض ونحشي بيها، وشويه ميه على الحروف، ونبدا ان احنا نحط سمسم وحبه البركه. والله العظيم اسهل من كده مفيش. واللي هيسهل علينا كمان حته ان احنا نعمل فطاير في البيت، لما يكون عندك عجان يحمل، اما يكون عندك عجان يشيل. يعني ايه عجان يحمل ويشيل؟ يعني تعرفي تشتغلي بيه والحله بتاعته تكون كبيره وتحطي فيه مقدار العجين اللي انت عايزاه. بصوا كده انا عملت ايه، شايفين؟ ادي العجينه اهي، بفرد بايدي كده على حسب ما انت عايزه بالشكل ده، شايفين؟ وابدا ان انا ارص اهو اللمه بتاعت العجينه اهي، بعمل كده، بعمل بس ايه زي قاعده كده علشان تاخد الحشوه بتاعتنا اهي. باي حجم كوبايه حضرتك عايزاها هتطلع معاكي زي الفل.
إيه؟ لا هنقول جلاش باللحمه المفرومه. حبيبتنا اللي طلبت الجلاش باللحمه المفرومه وقالت ان هي عايزاه علشان عندها كميه جلاش كبيره. طيب بصي بصي يا ندى، جلاش باللحمه المفرومه اهم حاجه فيه التوريق. ايه هو التوريق؟ في ناس بتعمل اللي هي السمنه وتدهن بيها الورق بتاع الجلاش وترجع بعد كده تسقيه بالحليب والبيض والكلام ده كله. طيب انا عايزه ازود حاجه على الحليب والبيض ده، بزود ايه؟ ايه اللي انا بزوده عشان يديني توريقه كده في منتهى الجمال واحس ان الجلاش من بره مقرمش ومن جوه طري، تحس ان هو عامل زي الفطير المشلتت. بعمل ايه؟ بروح جايبه كوبايه من الحليب، ببدا ان انا اروح مدوبه معاها حبه من الزبده على النار، وابدا بعد ما يسخنوا والزبده تسيح مع الحليب ببدا اعمل ايه؟ بروح حط عليها حبه بيكنج باودر او معلقه بيكنج باودر واقلبهم كويس مع بعض. لما بتقلبهم كويس مع بعض بيبدا البيكنج باودر يديني زي فوران كده. الفوران ده هو اللي بيخلي ورق الجلاش يبقى من جوه هش ويبقى مورق كده ويبقى عامل زي الفطير المشلتت بالظبط. طيب اعمل ايه كمان؟ بروح جايبه الصينيه بتاعتنا واروح محضره التعصيجه بتاعت اللحمه. وفي حاجه مهمه عايزه اقولها لكم، التعصيجه بتاعه اللحمه بتاعت الجلاش ما بحطلهاش فيها فلفل ولا طماطم. تعصيجة اللحمة بتاعة الجلاش ما بحطش فيها فلفل ولا طماطم. ليه؟ عشان الفلفل والطماطم يعتبروا بيجيبوا مية، يعني بيجيبوا سوائل، وانا مش عايزة حاجة زي كده علشان ما يطرليش الجلاش من جوة ويبوشه. فالتعصيجة بتاعة الجلاش انا عايزاها تبقى ناشفة. يعني ايه تبقى ناشفة؟ يعني هو ملح وبصل ولحمة وبس، لحمة وبصل وبس، وما تديهاش مية ولا تديها سوائل، لا انا عايزاها زي ما هي. طيب بتعصجي اللحمه وبتنشفيها وترجعي بعد كده تجيبي صاج او صينيه تدينيها زبده لوحده او زيت وتبداي تحطي ورقات الجلاش. بنحط ورقتين وابدا ان انا ادهن من خليط التوريق. خليط التوريق اللي احنا استخدمناه اللي هو كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن حليب وزبده وبيكنج باودر. ابدا ان انا ادهن بيهم ورقات الجلاش. بعد ما ادهن ورقات الجلاش ابدا ان انا بعد نص الكميه اروح حاطه اللحمه وارجع بعد كده احط النص التاني وبين كل ورقتين احط خليط التوريق، بين كل ورقتين احط خليط التوريق لحد الكميه كلها بتاعتي ما بتخلص. ارجع بعد كده اقطعها، الورقه اللي على الوش او اخر ورقه ما بدهنهاش، بسيبها زي ما هي لحد ما اقطعها. اقطع الجلاش بتاعنا الحجم اللي انا عايزاه، سواء مربعات مثلثات، عايزه تقطعيه مثلا قطع كبيره صغيره على حسب ما انت عايزه. وبعد ما ببدا ان انا اقطعه اروح ماسكه الحليب بالزبده بالبيكنج باودر اديهم غلوه على النار. ادخل الجلاش الاول من قبل ما احط على الوش، ادخل الجلاش الاول يتشمع 10 دقائق، الحروف بتاعته كده تتشمع ويبدا ان هو يورق معايا. اروح ما اكون محضره الحليب مع البيكنج باودر مع الزبده، ما بحطش بيض، واروح بعد كده ساقيه بيهم وش الجلاش واحطه في الفرن يكمل التسويه بتاعته. هيطلع معاكي زي الفل. ونصبح على اميره ونقول لها صباح الفل يا اميره. صباح الفل شفنون. صباح العسل على عيونك، عامله ايه؟ عامله ايه حضرتك؟ انا بخير يا حبيبتي، طول ما انت بخير. كل سنه حضرتك طيبه وحضرتك بصحه وسعاده يا رب. تسلمي. الحلويات اللي حضرتك بتعملها دي، ده جمال عينيكي، هو اللي شايف كل حاجه حلويات والله. الله يكرمك ويصلح حالك ويحسن ما بين ايديك يا رب. يا رب اللهم امين يا حبيبتي، تسلمي. إيه لو سمحتي شوف، كنت عايزه طريقه عمل الغريبه. الغريبه عينيا الاثنين. حاضر عينيا الاثنين، ممكن انزلها لك بكره؟ طيب او ممكن اقولها لك دلوقتي. خلاص انا هقولها لك دلوقتي. خلاص ماشي. ماشي يا حبيبتي، نورتيني. الغريبة بنعمل ايه فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب كده بس الاول ندهن. في ناس بتحط للغريبة بياض بيض وفي ناس ما بتحطش. انا من الناس اللي بتحط للغريبة بياض بيضة واحدة، بياض بيضة واحدة. مثلا بحط ايه؟ بحط 3 كوبايات مثلا دقيق وبحط عليهم، بسم الله، بصوا كده، 3 كوبايات من الدقيق، بحط عليهم كوبايتين من السكر البودرة، وبحط عليهم أو ساعات كوبايتين إلا كمان، بحط عليهم كوباية من السمنة. ولازم تكون السمنة بيضة ولازم تكون ساقعة، لازم تكون بيضة وساقعة. ببدأ إن أنا أضرب السكر مع السمنة لحد ما الخليط بتاعها يكون كريمي كده ومش كتير علشان ما تسحش معانا وتبدأ إن هي تسيل. وببدا بعد كده انزل عليها بالدقيق واخلطهم مع بعض. بحط بياض بيضه. ليه بحط بياض بيضه؟ علشان يديني قوام حلو قوي للغريبه، وفي نفس الوقت ما اجيش امسكها الاقيها
بتدوب مني. هي يا ناعمه يا غريبه وكل حاجه، بس البيض بياض البيض اللي انا بحطه بيديني قوام متماسك شويه للغريب. بتبقى برده نفس النظام، دايبه بس في نفس الوقت متماسكه، بتطلع معانا زي الفل. ولو حضرتك عايزه تشوفي الطريقه نفسها ممكن تدخلي على اليوتيوب او على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي الطريقه مكتوبه، وعلى اليوتيوب هتلاقي الطريقه نازله فيديو ان شاء الله. بسم الله. حبايبنا عينيا الاثنين حاضر، هقول لهم دلوقتي يا رغده حاضر. حبايبنا اللي كانوا عايزين صفحه سوق المطبخ علشان يطلبوا طقم النهارده، هفتح لكم الصفحه حالا علشان تشوفوا كل المنتجات اللي موجوده. وعايزه اقول لكم على حاجه، هدايا صفحه سوق المطبخ بمناسبه عيد الاضحى النهارده، كل حاجه على الصفحه او كل منتجات الصفحه النهارده عليها شحن مجاني. كل منتجات الصفحه النهارده عليها شحن مجاني. هدور لكم دلوقتي، هطلع لكم التليفون ونبدا ان احنا نطلع اللينك بتاع الصفحه علشان حبايبنا اللي عايزين يطلبوا ونشوف المنتجات اللي جوه ايه، او ايه الحاجات اللي تقدروا تطلبوها. انا متاكده ان كل حاجه تيجي في دماغكم او كل حاجه تفكروا بس ان انتوا تشتروها هتلاقوها جوه صفحه سوق المطبخ، لان هي صفحه شامله كامله لكل مستلزمات البيت. يلا بينا نعمل كده، وادي صفحه سوق المطبخ اهو. عندنا ثلاث ارقام للثلاث شبكات، وعندنا اللينك بتاعنا بتاع صفحه سوق المطبخ اللي هو الكيو ار اللي قدامنا ده. ليه يا نونا بتعملي الكيو ار؟ علشان كل حد عايز يدخل على الصفحه يدخل على الصفحه الرئيسيه بتاعتنا. ثلاث ارقام اللي موجودين قدام حضرتك، ترفعي سماعه التليفون دلوقتي وتكلموا. صفحه سوق المطبخ معايا؟ ايوه يا فندم امورينا، عايزه 1 2 3. موجود هيقول لك موجود، مش موجود هيقول لك مش موجود، بس ان شاء الله باذن الله اي حاجه تتخيليها جوه صفحه سوق المطبخ هتلاقيها. ندخل كده على الصفحه يا جماعه، وادي صفحه سوق المطبخ اللي انا قصدي عليها اهي، دي الصفحه الاصليه والاساسيه اللي انا عايزاها، عليها واتساب وعليها ماسنجر. نمشي كده، ادي الطقم بتاع النهارده اللي عليه عرض 10 قطع، طقم مربع 10 قطع، عليه طقم الكنك. ايه تاني هنا؟ ده هنا طقم البورسلين، طقم البورسلين اللي هو 3 قطع، طقم توابل، طقم شوربه 9 قطع بالحامل، وطقم بورسلين 2 طاجن، ما شاء الله الله اكبر عليهم. ايه تاني هنا؟ العجان الله اكبر، العجان 4 في 1، هما بيقولوا 3 في 1 لكن انا بقول 4 في 1. عجان 10 لتر، الحله بتاعته كبيره بتاخد 2 كيلو دقيق، معاه مفرمه لحمه، ومعاه مكنه بسكوت، ومعاه خلاط، الله اكبر عليه. الطقم ده الطقم الصيني اللي لازم يكون موجود مع كل عروسه، نازل عليه خصم 4000 جنيه ومطلب ميه الذهب، وده انا جايباه البنوتي، الله اكبر اللهم بارك. عندنا ايه تاني؟ طقم الصواني الالومنيا اللي هم 3 تطقم مع بعض، نازل عليهم خصم 30%، نازل عليهم خصم 30%، مفيش غنى في بيت، سواء بتجددي، سواء بتجيبي هدايا، سواء بتجهزي عروسه، الله اكبر. وبستخدمهم في البيت وبستخدمهم في البرنامج وبتشوفوهم بنفسكم. المفرمة اللحمة اللي داخل علينا العيد وهنعمل فيها كل حاجة. مفرمة اللحمة دي ما بتنزلش مفرمة لحمة بس، لا دي بتنزل مفرمة لحمة معاها كمان مكنة بسكوت. يعني بتجيبي مفرمة لحمة ومكنة بسكوت بس، لا دي مش مفرمة لحمة ومكنة بسكوت بس، دي معاها كمان الآلة بتاعتها أو الجزء بتاعها اللي بيتغير مع المفرمة علشان تحشي السجق، سجق الشرق اللي هو الهانك، علشان تحشي بيه. إيه تاني موجود على صفحة سوق المطبخ؟ المفرمة الجبارة. الاثنين دورق، دورق 2 لتر ودورق لتر، ومعاها قشره توم ومعاها خفاقه بيض وكريمه، بتفرم لحمه وبتفرم خضار، وفرمنا مع بعض فيها الفراخ وعملنا الناجتس، الله اكبر عليها. ايه تاني في سوق المطبخ؟ طقم حلل 10 قطع مدور. احنا النهارده لسه نازل المربع الجديد عشان الناس اللي كانت طالباه، لا المدور كمان هتلاقيه، ونازل بثلاث الوان، الاسود والازرق والاحمر، الله اكبر عليهم. ونازل عليهم طقم سيليكون مستورد هديه. عندنا ايه كمان؟ ادي طقم الصواني، عندنا الخلاط اللي بيجرش الزلط، الخلاط اللي بيجرش الزلط، والمطحنه بتاعته مقاسها لتر نص لتر، مطحنه نص لتر، طحنت الكركم وطحنت الجنزبيل وطحنا فيها الخلنجان، والخلاط نفسه طحنا فيه الايه غير الزلط، عملنا فيه القصب، وعملنا فيه التلج، وعملنا فيه الازاز. ادي العجانه 4 في 1 ولا المفرمه. في حاجه مهمه تاني عايزه اوريها لكم، في اطقم ميلامين وفيها تكييفات. صفحه سوق المطبخ عليها تكييفات. حد هيبص كده يقول لي يا نونا دي مروحه. ايوه ما هي المروحه دي بمقام تكييف. مروحه اللي موجوده على سوق المطبخ بمقام تكييف،
تجيبيها في الصيف اللي لسه بيقولوا الارصاد ان الصيف لسه هيبدا بكره، ده كان بس تجريبي اللي بيحصل فينا ده، الصيف لسه هيبدا بكره، فتلحقي تاخدي المروحه من سوق المطبخ ما شاء الله اللهم بارك عليها اكنك جايبه تكييف، حاجه كده الله اكبر. طب المروحه بتاعتهم مواصفاتها ايه؟ بصي يا ست الكل، استند كبير جدا معانا، طول المروحه 2 متر، موتور نحاس قوي 100%، حجم 18 بوصه، عدد 3 سرعات، 5 ريشه تايمر لظبط الوقت. تكييف، المروحه بتاعتهم تكييف. الصفحه بتاعتنا مش معموله بس للعرايس، لا معموله كمان للعرسان. يعني ايه معموله للعرسان يا نونا؟ يعني العريس لما يكون عليه اجهزه كهربائيه مش هيلاقي، ام العريس اللي هي بتتفرج عليا دلوقتي مش هتلاقي احسن من صفحه سوق المطبخ تجيب له منها حاجتهم، سواء مروحه، عليه مكنسه، عليه خلاط، عليه ايا كان الاجهزه الكهربائيه اللي انت عايزاها كلها في جهاز عروستك هتلاقيها يا ام العريس موجوده جوه الصفحه. الصفحه النهارده كل المنتجات اللي عليها عليها شحن مجانا، ودي مش هتتكرر تاني، دي عيديه سوق المطبخ لكل متابعينها، عيديه سوق المطبخ بمناسبه العيد لكل متابعينها. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.